record to show how cavitation can be prevented by raising the static pressure of the liquid above its pressure. الموضوع كالتالي. بشكل عام مشان نبسط الامور, شايفين الفنتوريميتر ولا لا؟ هذا شفتوه؟ شفناه. تمام. لو تطبق لي برنول ايكويشن عليه مشان افهمكم شو الكافيتيشن. هاي بين واحد واثنين, اعمل لي برنول ايكويشن. يلا هاي زد 1 زائد بي 1 على رو جي زائد بي 1 تربيع على 2 جي ايكوال زد 2 بلس بي 2 على رو جي بلس في سكوير 2 اوفر 2 جي, صح ولا لا؟ مش هاي برنولي؟ بس اذا بتلاحظوا انه في على الجهه اليمين كمان زائد ايش؟ هيد لوسز زائد هيد بامب زائد تورباين, صح ولا لا؟ صح. انا لا عندي بامب ولا عندي تورباين, في عندي هيد لوسز, صح ولا لا؟ هسه اول اسبشن حاليا انه ما في عندي هيد لوسز, ما عندي هيد لوسز, اعتبرتها زيرو. هاي المعادله رقم واحد, برنول ايكويشن داز نوت اكاونت فور ايش؟ داز نوت اكاونت فور اني ايش؟ لوسز. تمام. بما انه نقطة واحد واثنين على نفس الارتفاع زد 1 تساوي زد 2, شو بصير بالزد؟ بروحهم, صح ولا لا؟ شباب بنات معي انتوا ولا مش معي؟ الو؟ انا امبارح عملت الماني ولا هذا عملته يبسط عليكم بالحسابات وكل شيء. المهم هسا خلي ال V2 على جهه لحال, B1 ناقص B2 تقسيم 2 ضرب 2 تقسيم رو زائد دي 1 تربيع بتساوي, صح ولا لا؟ ظبطت المعادله هاي بحيث اخلي ال V2 لحالها, وصلت على معادله رقم ايش؟ 3, صح؟ مزبوط بنات ولا لا؟ طيب مزبوط مهندس. طب خلينا نرجع بس على معادله 2, بدي اسالكم سؤال بين نقطه 1 وبين نقطه 2, الطول طلع على نقطه 1 ونقطه 2 هان, ايوه انو اعلى, السرعه عند 1 ولا السرعه عند 2؟ طبعا عند 2. اكزاكتلي. مشان احقق البالانس في المعادله البي 2 شو راح تنزل؟ راح يصير لها ايش؟ دروب, مزبوط ولا لا؟ مزبوط. الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند سايد برنول ايكويشن. الفي 2 ماتش ماتش هاير ذان في 1 بيكوز الكروس سكشن اريا از فيري سمول, مزبوط. والكيو شو تساوي في في ايه؟ مزبوط. لا فالاريا قلت الفيروس بتزيد, تيجي على برنول ايكويشن الفيروس زادت, اذا البي 2 راح تقل, صح؟ اتفقنا ولا لا؟ صح مهندس. ايوه عشان تفهم شو معنى الكافيتيشن هسه. البي 2 قلت طلع علي, نعتبر انه السائل الموجود الليكويد الموجود هو الووتر, والضغط الجوي يساوي ايش؟ الضغط عند بي 2 الميه 1 اتموسفير. لا المي بشكل عام عند ضغط 1 اتموسفير شو درجه غليانها؟ 100 سلسيوس. اكزاكتلي. طيب هسه شو بصير؟ بس الفيلوسيتي تزيد البريشر بقل, بصير البريشر يقل لحد ما يوصل لقيمه الفيبر بريشر تبعت الليكويد. فشو بصير بس وصل له؟ يلا شو راح يصير؟ راح يصير ايفابوريشن, صح ولا لا؟ صح. مره ثانيه الرايت هاند سايد الفي 2 هاي فيري هاي, تربيع البي 2 راح يصير له بريشر دروب, بس البشر يقل, شو بصير بالبولينج بوينت؟ بتقل, صح؟ مظبوط. الميه نزل البريشر صار مثلا 70 سيكو باسكال, ودرجه حراره كانت تساوي البولينج بوينت عند 70, بصير يتبخر. مش انتوا اخذتوا بالستيم تيبل انه البولينج بوينت اي ولا الميه او الساتوريشن تمبرشر عند كل بريشر فيه هناك ساتوريشن تمبرشر ولا لا؟ عند ضغط جوي واحد شو الساتوريشن تمبرشر او البولينج بوينت؟ 100 واحد اتموسفير. عند ضغط جوي 70 كيلو باسكال البولينج بوينت 85 دقري سلسيوس. بالتالي بس البريشر عندي ينزل هنا فيري دروب, شو بصير عندك؟ بيوصل ل في تساوي البي في, فبالتالي شو بصير عندك؟ يلا بصير الووتر يتبخر, مزبوط ولا لا؟ هسا اذا بوصل البيفر بريشر ما تبخرش, اذا وصل بصير يتبخر. فبس يتبخر بصير عندك ايش؟ شكل بابلز. هاي البابلز بتاثر على ايش؟ على إيه اللي هو الفينتشوري تيوب هذا, وبتعمل مشاكل في المضخات بشكل عام. احنا هاي تجربه هسه المضخه, ايوه بس ترفع الضغط وصير تغير في الضغط
بصير عنده كافيتيشن بقول لك والله المضخه صار فيها شويه فيبر الامبلر تبع المضخه تكسر ليش صار عندي كافيتيشن فهذا هو الكافيتيشن اللي هو subject the cause and phenomena of cavitation are one of the most important subject in any course of fluid cavitation occurs when the working fluid reaches its vapor pressure طلعوا هنا كيف صار طلعوا كيف صار زي البخار اجى هنا ب اريا عاليه صار فينتوري تيوب طلع ايش باريا قليله تحول لبخار شايفينه زي سحابه بيضاء شفتوها ولا لا شفتوا السحابة هاي مشت عليها أنا شفتوها ولا لا؟ أيوة. مهندس. هيا تمام هاي السحابة شايفين ليش؟ هذا تبخر المية. إذا cavitation occurs when the working fluid reach its vapor pressure. هاي الفقر. The vapor pressure is determined by the relationship between the temperature and the pressure of the fluid. فأنا temperature بتكون معروفة تمام؟ فالفيبر بريشر كورسبوندنج للتمبرشر هاي يساوي مثلا 60 كيلو باسكال الضغط نزل ل 70 بصير تبخر الميه ما بصير كافيتيشن ليش؟ لانه عند درجه حراره 30 درجه مئويه الفيبر بريشر للووتر شو يساوي؟ 70 كيلو باسكال واضح ولا لا؟ تمام؟ واضح انا البريشر عندي ما نزل ل 70 نزل ل 85 بصير كافيتيشن؟ ما بصير طيب إذا أنا زدت السرعة الـ V2 زدتها الـ V2 صارت أعلى شو بصير البشر؟ بقل بزيادة صح؟ مشان يتحقق عندك أنت إيش البالانس اطلع البالانس هنا شايف؟ زدت الـ V2 بزيادة البشر قر صار البشر 75 لسه البشر أعلى من الـ 70 بظن أزيد الفلوسيتي هنا لحد ما البشر يصير 70 The cavitation starts واضح ولا لا؟ الكافيتيشن when the cavitation start طلعوا when the working fluid reaches the vapor pressure it starts boiling small bubbles of vapor for and they sometimes merge into large bucket of vapor these bubbles or buckets travel with the fluid flow هاي bubbles when they reach area higher pressure or lower temperature they collapse and condense بصير على شكل ايش سحابه بيضاء fluid reaches rush to fill the space at high velocity and pressure this cause a pressure waves which impact on all local solid surfaces this creates noise vibration and wear on the surface فبصير عندك صوت وبتشوف زي السحاب البيضه هي موجوده ايش الابيض صوت بالكافيتيشن بصير عندك فبتعرف انك انت وصلت كافيتيشن بتعمل ستوب بتقول خلاص انا هيك وصلت كافيتيشن بكفي واضح ولا لا فهمتوا ولا فهمتوش تمام مهندس تمام هسا هاي عملت انا انرجي بالانس في الكافيتيشن هنا عن طريق برنول ايكويشن وصلت عندها عملت مانيبيليشن طلعت في 2 سكوير تساوي 2 بي 1 ماينس بي 2 اوفر رو بلس في 1 سكوير 2 هسا بالكونتينيوتي ايكويشن بتعرف كيو شو تساوي اي 1 في 1 وتساوي اي 2 في 2 صح ولا لا مضبوط هسا ال V1 شو تساوي يلا من هاي المعادلة A2 V2 على A1 صح ولا لا روح امسك V1 من معادلة 4 وعوضها هنا في معادلة 3 بعدين وديها على الطرف الشمال وخلي V2 لحالها وعمل manipulation بيطلع عندك معادلة رقم 5 زبطها بيطلع عندك معادلة رقم 5 اللي هي ال V2 تساوي 2 في V1 ناقص V2 على 1 ناقص الاريا 2 على اريا 1 طبعا اريا 1 شو تساوي باي اوفر 4 D1 سكوير اريا 2 باي اوفر 4 D سكوير كل تربيع هسا لسألكم سؤال شو هو الفلوريت يساوي يلا شو يساوي الكيو V1 A1 وتساوي V2 A2 صح ولا لا؟ اذا الكيو ان تيرمز اوف V2 اضربها في A2 صح؟ مزبوط؟ صح ولا لا؟ هاي ال V2 اضرب معادلة 5 في A2 شو بيعطيني؟ الQ مزبوط؟ هاي الQ theoretical مزبوط ولا لا؟ اللي هي V2 في A2 هاي ال V2 من معادلة رقم 5 اضرب في A2 شو بتطلع عندك؟ A2 في هذا التيرم صح؟
دخل A2 جوا وظبطها تطلع عندك الـ Q theoretically اللي بتحسبها أنت من المعادلة تساوي 2 في P1 ناقص P2 على 1 على A2 تربيع ناقص 1 على A1 تربيع. هاي بسموها الـ Venturi Meter Equation. مين مش فاهمها؟ ألو؟ واضح واضح أكيد بنات شباب معك مهندس بس اشتقيت هاي المعادلة الأصل انت عملت assumption انه فيش عندك head losses صح بس فعليا انت عندك head losses فبالتالي ال Q الاكتوال تختلف عن ال Q theoretical وبتكون ايش اقل من واحد لا الريش بينهم ال Q actual على Q theoretical بيعطيك ال CD اللي هو الدراج discharge coefficients واضحين ولا لا؟ مرة ثانية انت راح ايش تعمل كولكت للووتر وذ تايم وراح تحسب الـ Q actual الـ Q actual دائما راح يكون اقل من الـ Q theoretical تعرفوا ليش؟ لانه اشتقينا الـ Q theoretical based على assumption انه فيش عندي head losses لكن انا على ارض الواقع عندي head losses واضح ولا لا؟ بنات شباب واضح واضح مهندس واضح مهندس الكيو اكتوال اقل من الكيو ثيوريتيكال الريشو بينهم بيعطيك الديستارج كوفيشنت للفنتوميتر فاذا بتذكر الامتحان شو الديستارج كوفيشنت بتقول لي ات از ذا ريشو بتوين الكيو اكتوال اند الكيو ثيوريتيكال والديستارج كوفيشنت از اولويز ليس ذان 1 ادو فيريوس لوسز فريكشن لوسز والاريا كونتراكشن واضح ولا لا قيمه الديستارج كوفيشنت للفنتوري ميتر بتراوح من 0.95 إلى 0.98 just for your information لأن في عندك discharge coefficient لأورفيك ميتر في عندك discharge coefficient للجلوب فالف واضح؟ فهمتوا شو عن discharge coefficient؟ هو عبارة عن ratio بين الـ Q actual على الـ Q theoretical الـ Q actual تحسبها عرض الواقع اللي هو بتجمع volume per unit time والـ Q theoretical بتطلعها من معادلة رقم 7 الريشو بينهم شو بيعطيني الديسشارج كوفيشن مين عنده سؤال للان الو او مهندس معك هسا نيجي على تعريف جديد مهم اسمه الكافيتيشن نمبر الكافيتيشن نمبر او الكافيتيشن باراميتر له اسمين بجيب لك اياه في الامتحان ضع دائره الكافيتيشن نمبر او الكافيتيشن باراميتر هو عبارة عن damage list number أول إشي characterizes how close the pressure in the liquid flow is to the vapor pressure بعيدة أفهمكم إياها بدي أسألكم سؤال الكل معي ولا لا؟ معك مهندس معك مهندس اتفقنا إحنا إنه نفرض إنه عند درجة حارة المي 30 درجة مئوية as example the corresponding vapor pressure عند 30 يساوي 70 كيلو باسكال صح مزبوط صح مزبوط مزبوط طيب البي 2 صارت 80 هل بصير عندي كافيتيشن لا ما بصير لانه البي 2 ما وصلت ل 70 صح ولا لا الو صح مهندس الو سامعيني؟ معك مهندس مهندس سامعينك وليد نضال شباب سامعينك مهندس تمام طيب البريشر بي 2 صار 75 ما بصير عندك كافيتيشن صح بس ايش يعني لانه الفيبر بشهر 70 اتفقنا 70 صح بس هو قرب على الكافيتيشن مزبوط طيب مزبوط صار 73 صار اقرب للكافيتيشن صار 71 صار اقرب للكافيتيشن صح ولا لا مزبوط البي 2 البي فيبر بشر 70 كيلو باسكال البي 2 80 وفي بي 2 73 انا اقرب which is closer to cavitation the pressure that is closer to the vapor pressure مزبوط انا اقرب من 80 ل 70 ولا 73 ل 70 لا 73 closer على 70 من 80 صح ولا لا صح صح فبالتالي الكافيتيشن نمبر بيعطيك طلع علي اياه هيو
characterize how close the pressure is to the vapor pressure. شفتوا ولا لا؟ فهمتوا؟ The degree of cavitation can be estimated with the aid of non-damage parameter cavitation. هي الكافيتيشن نمبر او الكافيتيشن باراميتر سيجما تساوي بي ار ناقص بي في على رو في تربيع 2. البي ار اللي هو البي 2 الاكتوال بريشر البي 2. هي البي ار هي عباره عن البي 2. انا البي 2 عندي 80 كيلو باسكال والفيبر بريشر عند هاي النقطه 70. اذا هذا اللي هو الكافيتيشن نمبر له فاليو بي ار ناقص بي في على رو في تربيع 2. طبعا شو هي رو؟ البي في بشر الرو ديستيف فلويد الفي فيلوسيتي. لاحظوا في عندكم بسط ومقام النيوميريتر ودومينيتر، صح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ تمام. النيوميريتر هو عباره عن كروسبندنج تو ذا ايش؟ تو ذا ستاتيك بريشر. وهذا شو ماله؟ ريزيست كافيتيشن. ليش؟ كل ما كان اكبر بنات شباب البسط اللي هو عندك انتم النيوميريتر كل ما كان اعلى. شو معنات اعلى؟ يلا قلنا البي ار هي البي 2، شو معنات اعلى؟ معناتها البي 2 ناقص البي في بشر اعلى، صح ولا لا؟ الو صح مهندس. شوي مشان تفهموها الطريقه احسن. هسه البي ار ناقص البي في هذا النيوميريتر البسط، صح ولا لا؟ مضبوط. هسه قلنا البي في يساوي 70 كيلو باسكال. اذا كان البي 2 البي ار ينسها البي 2 تساوي 80، فشو راح يكون الفرق بينهم؟ شو راح يكون ايش؟ 80 ناقص 70، صح؟ مضبوط ولا لا؟ مضبوط مضبوط. اذا كان البي 2 تساوي 73، شو بيكون الفرق بينهم؟ 70 73 ناقص ايش؟ ناقص 70، صح؟ صح. اذا الفاليو هاي كل ما بتزيد تعمل ريزيست الكيفيتيشن. انا احسن الفرق يكون 10 ولا 3؟ 10 احسن. كل ما زادت قيمه النيوميريتر معناتها اي ريزيست ذا كيفيتيشن، صح ولا لا؟ سو صح مهندس. لاحظوا انه النيوميريتر هو كروسوندنج ستاتيك بريشر ريزيست ذا كافيتيشن، الدومينيتر بيعطيك دايناميك بريشر لانه في تربيع، وهذا بروموتس كافيتيشن بعزز الكافيتيشن. ليش بروموتس؟ حدا بيعرف ليش؟ لانه اكوردنج تو برنولي كيويشن، ايوه طلعوا اكوردنج تو برنولي كيويشن، بس تزيد الفي 2 شو بصير بالفي 2؟ يقل، صح؟ الو الو بتنقص البي زياده الفي هاي البي 2 بتقل، يعني البي ار بتقل، هاي بتقل وهاي بتزيد بصير اقرب للكافيتيشن. يو اندرستاند؟ اذا النيوميريتر ريزيست ذا كافيتيشن اند دومينيتر رو في تربيع 2 بروموتس ذا كافيتيشن، واضح ولا لا؟ فبشكل عام از ذا فيلوسيتي انكريز الكافيتيشن نمبر شو بصير فيه؟ بقل، والكافيتيشن بقل. كل ما لا ما بقل بقل الكافيتيشن نمبر. انا عندي العلاقه as the cavitation number decrease الكافيتيشن occurs، as the cavitation number increase الكافيتيشن decreases. ما بصير يعني بصير احتماليته اعلى، صح؟ اذا انا في الديزاين تبع البامب او تبع الفنتشميتر او تبع الاورفيك ميتر بعمل ديزاين بحيث يطلع عندي الكافيتيشن نمبر اعلى، كل ما انا رفعته كل ما بضمن انه فيش عندي ايش؟ كافيتيشن. ماشي؟ اذا as b2 increase the cavitation number increase which in turn make or prevents the cavitation، whereas as the velocity increase يلا the cavitation number decrease، ال velocity بس تزيد ال cavitation number decrease and consequently the cavitation occurs. واضح ولا مش واضح شباب؟ واضح. هسه بنيجي على البروسيجر بشكل سريع، هيك كثير وخلصنا. الثيوري فيها على فكره مهمه جدا، الثيوري بيجي عليها كثير اسئله فحبيت اركز لكم عليها. هسه بنيجي على الابراتشس. طبعا اول شيء الابراتشس اللي عندنا هاي الموجوده جوا اللاب على ارض الواقع، وهذا فرونت فيو لها مشان تعرف شو هن.
أول شيء رقم 9 اللي هو عندي هذا بسموه إيش؟ دايفرام فالف. هذا فالف بتسكره وتفتحه. رقم 8 ليفت هاند إنلت إند، هذا اللي تفوت عندك هذا الإنلت. شباب بنات قبل قبل هذا قبل على الشمال شايفين هذا بيكون عندي فالف. هذا عفوا هذا مش فالف، بيكون عندي شيء بسموه اللي هو قولوا معي اللي هو كنترول فالف. هذا كنترول فالف يتحكم لي بالفلوريت اللي فايت. واضح ولا لا؟ اندرستاند. فالمهم عندي هسه انا عندي واحد بقيس لي البي 1. وين البي 1 راح تكون؟ وين البي 1 ايش؟ يلا حدا معي ولا لا؟ هذا بي 1 بسموه ابستريم، هنا بي 2 عند الفينشر تيوب، وبي 3 الداون ستريم اللي طالع. مره ثانيه البي 1 ابستريم بريشر، البي 2 الفينشر تيوب بريشر، البي 3 اللي بتكون هنا عندكم البي 3. البي 3 هنا شو بسموها؟ هنا بسموها ايش؟ داون ستريم بريشر، داون ستريم بريشر. اعيد ولا ما اعيد هنش؟ لا واضح. بي 1 ابستريم، بي 2 فينشر تيوب، بي 3 داون ستريم. فلاحظ انت البوردن جيج اللي عندك هنا، في عندك 3 بوردن جيج، في عندكم 3 بوردن جيج. اول بوردن جيج هاب، والثاني والثالث. هذا بقيس ايش؟ البي 1، هذا بقيس البي 2، هذا بقيس البي 3. هي البي 1 بي 2 بي 3 تمام. في عندكم مشان تكون بالصوره 5، في عندكم هذا اسمه ايش؟ بول فالف. هذا بول فالف، وتسعة دايفرام فالف. يهمكم 5 و9 في التجربة. 7 اللي هو التست، اللي هو عبارة عن فينتشر شيفت، و6 اللي هو الاوتلت. لاحظوا 8 انلت، 6 اوتلت، 9 فالف اسمه دايفرام، 5 فالف اسمه بول فالف. تمام. شو راح تعمل التجربة؟ اللي راح تعمله انت كالتالي بشكل عام، قربنا نخلص على كل حال، انك شو بتعمل؟ بتخلي هذا الفالف 5 فولي اوبن. تمام، فولي اوبن، وهذا بتسكره لحد ما ايش يصير عندك سيت. يعني هي شايفينه اول شيء اوبن ذا بول فالف. وين البول فالف؟ هذا البول فالف بتسكر بتفتحه فولي اوبن، ذن كلوز ات ان كلوز ذا الدايفرام عشان تفرغه من الهواء. بتسكر هاف، تفتح 5، بتسكر ايش؟ 9. واضح ولا لا؟ بعدين في عندكم الكنترول فالف اللي هو اللي قبل هذا، تفتحه تمام لحد ما يصير في الاوبن. بعدين شو بتصير عندك؟ سلولي اوبن ذا الدايفرام فالف اند اللو ووتر تو فلو. اول تجربه قلنا الفالف 5 مسكر فاتح على الاخير، الفالف 9 ماله مسكر. معي تقول لا، ليش عملت هيك؟ مشان افرغ الهواء. واضح؟ بعدين هنا في عندي بايب، طلعوا هنا في عندي ايوه كنترول فالف. الكنترول فالف اول ما اتاكد انه هذا مسكر على الاخير، 9 و5 مفتوح والهواء طلع خلاص، شو بعمل؟ بفتح هذا الكنترول فالف، بفتحه، بصير افتح هذا شوي شوي. عند كل فتحه من الدايفرام فالف شو بعمل؟ بوصل ستيدي ستيت، باخذ البي 1 والبي 2 والبي 3، وباخذ الفوليوم اوف ذا ووتر كولكتد وذ ريسبكت تو تايم. اعيد ولا ما اعيدش؟ اعيد. الو تمام مهندس، تمام مهندس. معلش، اول التجربه الفالف 9 بنسكره كامل، الفالف 5 بنفتحه كامل، ما في عندي ووتر، بتفرغ من الميه، بصير بس جواته هواء، ما فيش عندي اي مشاكل. شو بعمل؟ في هذا فالف، طلع علي محل ايدي، في فالف، هذا الفالف بكون مسكر، بفتحه على الاخير، فبجنب بتجمع المي بين مين ومين؟ بين الدايفرام فالف والكنترول فالف، تجمع بينهم، صح ولا لا؟ صارت هاي المنطقه كلها ايش؟ ووتر، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. باجي على رقم 9 مسكر كامل، بفتحه فتحه خفيفه، بعطيه فلوريت معين، المي بتفوت من هنا على الفنتشر ميتر وبتطلع، لانه 5 على طول مفتوح، تطلع. بجمع انا بالفلاسك، بجمع الميه مع التايم، الفوليوم مع التايم بيعطيني ايش؟ فوليوم فلوريت. وعند هاي اللحظه انا طالب ثاني باخذ البي 1 والبي 2 والبي 3.
وصلت ولا لا؟ وصلت. بعدين باجي على الديافرام 9 بزيد فتحته، شو بصير عندي بالفوليوم فلوريت؟ بزيد. لا باخذ في اوفر تي وباخذ بي 1 وبي 2 وبي 3. بعدين بزيد فتحته كمان مره، باخذ بي 1 بي 2 بي 3 وباخذ الفوليوم مع التايم، بزيد فتحته خامس مره. بعدين بعد فتره معينه بصير الكيو عاليه، بصير الفيلوسيتي 2 عالي جدا 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 زي ما اخذنا في الاناليسز. شو بصير عندك بالبي 2؟ بتقل لحد ما توصل على الفيبر بشر، على الفيبر بشر بصير عندك كافيتيشن بلحظه عندها. هاي بوصل الكريتيكال بوينت. واضح ولا مش واضح؟ واضح مهندس. ما امان شباب بلاحظ حدا مش فاهم عنده سؤال؟ لا واضح مهندس. بتكون شكل الكافيتيشن زي هيك، طلعوه زي هيرس، طلعوا كيف المي بتفوت من هنا تطلع من هنا، بس تعمل غيمه بيضه زي هيك وصوت اعرف انه بلش كافيتيشن. بعد نقطه الكافيتيشن بتزيد لك كمان فلوريد زياده هيك احتياط عشان تتاكد 100% انه وصل كافيتيشن، وبتسجل قراءاتك. فبتعمل مره ست هاي القراءات انكريز، وبتعملها ايش؟ ديكريز. وصلتوا لي؟ لا الو وصلت مهندس. اذا تعمل انكريز بعدين ديكريز تخلص التجربه. بس هسه خلينا نكمل معه كمان بس 10 دقائق مشان الحسابات تعرفوا كيف تعملوها. راح اعطيك فوتوا على اي دي مره ثانيه، بدي انهي هاي لانه راح يخلص، بس حوالي 10 دقائق بنخلص. بس ايه بدي انهيها مشان نبلش في واحده ثانيه، سيشن ثانيه نفس الاي دي. اوكي